بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، في إطار التعليم عن بعد وتنفيذا وتطبيقا لمرسوم وزارة التربية الوطنية، ارتأت مديرية التربية لولاية معسكر أن تقدم لتلاميذ السنة الرابعة متوسط سلسلة تمارين تدعيمية في مادة الرياضيات حول المقطع التعلمي الزوايا الدوران والمضلعات المنتظمة. الحصة رقم 4 سنتطرق فيها إلى سلسلة من التمارين حول الزاوية المركزية والزاوية المحيطية من تقديم وإعداد الأستاذ بن جاري جلالي وتحت إشراف مفتش المادة السيد مديوني محمد. إذن على بركة الله أعزائي التلاميذ، نذهب إلى التمرين الأول. التمرين الأول يقول: الشكل المقابل فيه النقاط O, F و P على استقامة واحدة، حيث F مركز الدائرة وقيس الزاوية OFR يساوي 32 درجة. المطلوب منا حساب قيس الزاوية RMP. في هذا التمرين أعزائي التلاميذ سنستهدف بعض الكفاءات، نذكر منها التعرف على الزاوية المركزية والزاوية المحيطية، وكذا التعرف على العلاقة بين الزاوية المحيطية والزاوية المركزية اللتين تحصلان نفس القوس. قبل الشروع في حال التمرين، لا بأس أن نتذكر بعض المعارف الهامة. الزاوية المحيطية هي زاوية رأسها نقطة من الدائرة وضلعها يقطعان هذه الدائرة في نقطتين. لاحظوا المثال أعزائي التلاميذ، لدينا دائرة مركزها النقطة O، A B C زاوية رأسها النقطة B، وهو ينتمي إلى الدائرة وضلعها يقطعان هذه الدائرة في نقطتين A و C. إذا نقول أن الزاوية ABC زاوية محيطية. الزاوية المركزية هي زاوية رأسها مركز الدائرة، لدينا دائرة مركزها النقطة F وهو أيضا رأس الزاوية، إذا نقول أن الزاوية EFG زاوية مركزية. هناك علاقة بين الزاوية المحيطية والزاوية المركزية. إذا كانت الزاويتان تحصلان نفس القوس من الدائرة، فإن قيس الزاوية المحيطية يساوي نصف قيس الزاوية المركزية. لاحظ جيدا عزيزي التلميذ إلى المثال، لدينا الزاوية OKJ زاوية محيطية لأن رأسها نقطة من الدائرة وضلعها يقطعان الدائرة في نقطتين. هذه الزاوية تحصل القوس OJ، ولدينا أيضا الزاوية EFG زاوية مركزية تحصل أيضا القوس EJ. إذن بما أن الزاويتان EFG و EKJ تحصلان نفس القوس من الدائرة، إذن قيس الزاوية المحيطية يساوي نصف قيس الزاوية المركزية، أو بتعبير آخر قيس الزاوية المركزية يساوي ضعف قيس الزاوية المحيطية، كما قلنا بشرط أن يكونان أو أن تكونان تحصلان نفس القوس من الدائرة. في التمرين المطلوب منا كان إيجاد قيس الزاوية RMP. من الشكل نلاحظ أن الزاويتان RMP و RFP تحصلان نفس القوس RP، إذن قيس الزاوية المحيطية RMP يساوي نصف قيس الزاوية المركزية RFP. إذن علينا أولا إيجاد قيس الزاوية RFP. كما قلنا سابقا النقط OFP على استقامة واحدة، إذن الزاوية OFP زاوية مستقيمة، كما نعلم أن قيس الزاوية المستقيمة يساوي 180 درجة. ومن معطيات التمرين قيس الزاوية OFR يساوي 32 درجة، إذن قيس الزاوية RFP يساوي قيس الزاوية OFP ناقص قيس الزاوية OFR. ومنه قيس الزاوية RFP يساوي 180 درجة ناقص 32 درجة ويساوي 148 درجة. إذن نستنتج قيس الزاوية RMP، كما قلنا سابقا أن قيسها يساوي نصف قيس الزاوية المركزية RFP. إذن قيس الزاوية RMP يساوي 1 على 2 في 148 ويساوي 74
درجة. إذن قيس الزاوية RMP هو 74 درجة وهو المطلوب. نواصل أعزائي التلاميذ في سلسلة التمارين ومع التمرين الثاني. يقول التمرين الثاني: إليك الشكل التالي، احسب قيس كل من الزاوية BOC و BAC. لاحظوا معي جيدا الشكل، حيث قيس الزاوية BOC معنى بالعبارة الحرفية X زائد 72، وقيس الزاوية BAC معطى بالعبارة 2X. إذن في هذا التمرين أعزائي التلاميذ سنتعلم كيف نحل معادلات لإيجاد أقياس الزوايا المطلوب إيجادها. ننطلق على بركة الله في الحل المفصل للتمرين. أولا نريد حساب قيس الزاوية BAC. لدينا BAC هي زاوية محيطية، وBOC هي زاوية مركزية. لاحظوا جيدا، BAC زاوية محيطية لأن رأسها نقطة من الدائرة، وضلعها يقطعان هذه الدائرة في نقطتين B و C. وأيضا BOC زاوية مركزية لأن رأسها هو مركز الدائرة أي النقطة O. لاحظوا جيدا أعزائي التلاميذ أن الزاويتان BAC و BOC تحصران نفس القوس من الدائرة وهو القوس BC. بما أنهما تحصران نفس القوس، فإن قيس الزاوية المركزية BOC يساوي ضعف قيس الزاوية المحيطية BAC. معناه ستصبح لدينا معادلة من الشكل X زائد 72 يساوي 2 في 2 X. كيف ذلك؟ X زائد 72 كما قلنا هو قيس الزاوية المركزية يساوي ضعف قيس الزاوية المحيطية أي 2 في 2 X. تصبح معادلة من الشكل 4 X تساوي X زائد 72. من أين أتت هذه 4 X؟ أن 2 في 2 X تساوي 4 X. لاحظوا أنني هنا قمت بتغيير الطرفين فقط لكي لا نجد صعوبة في حل المعادلة. إذن لإيجاد قيمة X علينا أن نحل المعادلة 4X يساوي X زائد 72. ننطلق على بركة الله لحل المعادلة 4X تساوي X زائد 72. بجعل المجاهيل في جهة والمعالم في جهة تصبح المعادلة 4X ناقص X تساوي 72. 4X ناقص X تساوي 3X. إذن تصبح المعادلة 3X تساوي 72. نلاحظ هنا أن معامل X هو 3، إذن نقسم الطرفين على 3، نجد 3X على 3 تساوي 72 على 3. نختزل هنا 3 مع 3 ومنه يصبح لدينا X يساوي 24. إذن حل المعادلة هو 24. لدينا حسب المعطيات قيس الزاوية BAC معطى بالعبارة 2X. إذن نعوض X بقيمتها فتصبح لدينا 2 في 24. ومنه قيس الزاوية المحيطية BAC يساوي 48 درجة. ولدينا أيضا قيس الزاوية المركزية معطى بالعبارة X زائد 72. نعوض هنا فنجد أن قيس الزاوية يساوي X زائد 72، أي نعوض X ب 24 فتصبح 24 زائد 72. ومنه قيس الزاوية المركزية BOC يساوي 96 درجة. لتتحقق أعزائي التلاميذ فنجد أن 96 هي ضعف 48، أي قيس الزاوية المركزية يساوي ضعف قيس الزاوية المحيطية التي تحصل معها نفس القوس أعزائي التلاميذ وهو المطلوب منا. نواصل أعزائي التلاميذ مع سلسلة التمارين ومع التمرين الثالث. يقول التمرين: إليك الشكل المقابل حيث ABC مثلث متقايس الأضلاع. السؤال: احسب قيس كل من الزاوية AOB وكذا الزاوية AMB مع التبرير. ننطلق على بركة الله في الحل المفصل للتمرين الثالث.
أولا حساب قيس كل من الزاوية A O B والزاوية A M B مع التبرير. لدينا عزيزي تلميذ الزاوية A M B والزاوية A C B زاويتان محيطيتان وهما تحصلان نفس القوس A B. أشرح لك عزيزي التلميذ، الزاوية A M B زاوية محيطية تحصل القوس A B، والزاوية A C B هي كذلك زاوية محيطية وتحصل أيضا القوس A B. إذا بما أن الزاويتان محيطيتان وتحصلان نفس القوس فإن هاتين الزاويتان متقايستان. إذا قيس الزاوية A M B يساوي قيس الزاوية A C B. يكفي إذا حساب قيس الزاوية A C B. ركز معي جيدا عزيزي التلميذ، بما أن A B C مثلث متقايس الأضلاع فإن كل زواياه متقايسة، ونعلم أن مجموع أقياس زوايا المثلث يساوي 180 درجة، ومنه قيس الزاوية A C B يساوي 180 تقسيم 3 ويساوي 60 درجة. أعيد، مجموع أقياس زوايا المثلث A B C يساوي 180 درجة، وبما أن كل زوايا متقايسة فقيس زاوية واحدة يساوي مجموع أقياس الزوايا أي 180 تقسيم 3. إذا قيس الزاوية A M B تساوي قيس الزاوية A C B وتساوي 60 درجة. نذهب مباشرة إلى السؤال الثاني. لدينا A M B زاوية محيطية و A O B زاوية مركزية، ونلاحظ أن الزاويتان تحصلان نفس القوس A B. لاحظوا جيدا أن الزاوية A M B والزاوية A O B تحصلان القوس A B، وعليه فإن قيس الزاوية المركزية A O B يساوي ضعف قيس الزاوية المحيطية A M B. إذن قيس الزاوية المركزية A O B يساوي 2 في قيس الزاوية A M B 60 درجة، ومنه قيس الزاوية A O B يساوي 120 درجة وهو المطلوب. نواصل أعزائي التلاميذ ومع التمرين الرابع. يقول التمرين A B C مثلث حيث قيس الزاوية B A C يساوي 30 درجة، وقيس الزاوية A B C يساوي 80 درجة، وطول القطعة A B يساوي 5 سنتيمتر. أرسم الشكل بدقة، ثم لتكن O مركز الدائرة C المحيطة بالمثلث A B C. السؤال الأول يقول عين قيس الزاوية B O C. السؤال الثاني ما نوع المثلث B O C مع التعليل. والسؤال الثالث يقول أوجد قيس كل من الزاوية A O B والزاوية A O C. ننطلق على بركة الله في الحل المفصل للتمرين الرابع. أولا رسم الشكل بدقة، انظر عزيز التلميذ إلى المثلث A B C، فيه القطعة A B طولها 5 سنتيمتر، قيس الزاوية B A C يساوي 30 درجة، وقيس الزاوية A B C يساوي 80 درجة. يقول التمرين لتكن النقطة O مركز الدائرة C المحيطة بالمثلث A B C. كما نعلم أعزائي التلاميذ بأن مركز الدائرة المحيطة بمثلث هي نقطة تقاطع محاوره، إذا علينا رسم محاور المثلث A B C. يكفي رسم محورين على الأقل، نلاحظ هنا المحوران من اللون الأزرق يتقاطعان في النقطة O وهي مركز الدائرة المحيطة بالمثلث A B C. يقول السؤال الأول نريد تعيين قيس الزاوية B O C. لاحظوا الشكل أعزائي التلاميذ، لدينا الزاوية B O C مركزية تحصل القوس B C. لاحظوا الشكل، زاوية B O C زاوية مركزية تحصل القوس B C، ولدينا الزاوية B A C زاوية محيطية تحصل أيضا القوس B C. بما أن الزاويتان تحصلان نفس القوس B C، إذا فإن قيس الزاوية المركزية B O C يساوي ضعف قيس الزاوية المحيطية B A C.
نعوض فنجد أن قيس الزاوية بي أو سي يساوي 2 في 30 درجة يساوي 60 درجة. ثانيا نريد تعيين نوع المثلث بي أو سي مع التعديل. لدينا أو سي يساوي أو بي، أو سي تساوي أو بي لأن أو سي وأو بي من أنصاف أقطار الدائرة سي. بما أن أو سي تساوي أو بي إذا المثلث بي أو سي متساوي الساقين، رأسه الأساسي النقطة أو. بما أن رأسه النقطة أو فإن قاعدته بي سي، ونحن نعلم أيضا أن زاوية القاعدة في المثلث متساوي الساقين متقايستان. إذا قيس الزاوية أو سي بي تساوي قيس الزاوية أو بي سي. من جهة أخرى لدينا قيس الزاوية بي أو سي يساوي 60 درجة. إذا قيس الزاوية أو سي بي زائد قيس الزاوية أو بي سي يساوي 120 درجة. كيف ذلك؟ مجموع قياس زوايا المثلث أو بي سي 180 درجة. بما أن قيس الزاوية بي أو سي 60 درجة فيبقى قيسي الزاويتين يساوي 120 درجة. وبما أن الزاويتان متقايستان فإن قيس كل واحد منهما يساوي 120 درجة على 2 وتساوي 60 درجة. بما أن الزوايا الثلاث أو سي بي و أو بي سي و بي أو سي أقياس زواياها 60 درجة، إذا المثلث أو بي سي متقايس الأضلاع لأن كل زواياه متقايسة. ثالثا إيجاد قيس كل من الزاوية أ أو بي والزاوية أ أو سي. أولا حساب قيس الزاوية أ أو بي. لدينا الزاوية أ أو بي مركزية والزاوية أ سي بي محيطية تحصران نفس القوس أ بي. لاحظوا جيدا في الشكل، الزاوية أ أو بي والزاوية أ سي بي تحصران نفس القوس أ بي. إذا قيس الزاوية المركزية أ أو بي يساوي ضعف قيس الزاوية المحيطية أ سي بي. علينا حساب قيس الزاوية أ سي بي. نعلم أعزائي التلاميذ أن مجموع قياس الزوايا كما ذكرنا سابقا في مثلث يساوي 180 درجة. إذا قيس الزاوية ACB يساوي 180 درجة ناقص مجموع الزاويتين 30 درجة و80 درجة. إذا قيس الزاوية ACB يساوي 70 درجة. ومنه قيس الزاوية المركزية AOB يساوي ضعف قيس الزاوية المحيطية ACB يساوي 2 في 70 درجة يساوي 140 درجة. ثانيا حساب قيس الزاوية أ أو سي. لاحظوا جيدا في الشكل أن الزاوية أ أو سي زاوية مركزية والزاوية أ بي سي زاوية محيطية، الزاويتان تحصران نفس القوس أ سي. ومنه قيس الزاوية المركزية أ أو سي يساوي ضعف قيس الزاوية المحيطية أ بي سي يساوي 2 في 80 درجة يساوي 160 درجة وهو المطلوب. نواصل أعزائي التلاميذ ومع التمرين الخامس. يقول التمرين عين أقياس زوايا المثلث أ بي سي علما أن قيس الزاوية أ أو بي تساوي 50 درجة وقيس الزاوية بي أو سي تساوي 150 درجة مبررا إجابتك. ننطلق على بركة الله في الحل المفصل للتمرين. نريد تعيين أقياس زوايا المثلث ABC. لاحظوا جيدا أعزائي التلاميذ، لدينا قيس الزاوية AOB زائد قيس الزاوية BOC زائد قيس الزاوية COA يساوي 360 درجة. لاحظوا هذا الشكل، قيس الزاوية AOB زائد قيس الزاوية BOC زائد قيس الزاوية COA يساوي الزاوية الكلية حسب ما هو موضح هنا في الشكل، والزاوية الكلية قيسها 360 درجة. ومنه قيس الزاوية COA يساوي 360 درجة ناقص قيس الزاوية BOC ناقص قيس الزاوية COA المعطيين في التمرين.
ومنه قيس الزاوية COA يساوي 360 درجة ناقص 50 درجة ناقص 150 درجة، ومنه قيس الزاوية COA يساوي 160 درجة. لدينا حسب الشكل الزاوية المحيطية ACB، الزاوية ACB زاوية محيطية تحصر نفس القوس التي تحصره الزاوية المركزية AOB. لاحظوا جيدا أن الزاويتان تحصران قوس AB. إذا قيس الزاوية المحيطية ACB يساوي نصف قيس الزاوية المركزية AOB، ومنه قيس الزاوية ACB يساوي نصف 50 درجة، ومنه قيس الزاوية ACB يساوي 25 درجة. من جهة أخرى لدينا الزاوية ABC محيطية، زاوية ABC محيطية وتحصر نفس القوس الذي تحصره الزاوية المركزية AOC. لاحظوا جيدا أن الزاويتان ABC و AOC تحصران القوس AC. بما أنهما تحصران نفس القوس فإن قيس الزاوية المحيطية ABC يساوي نصف قيس الزاوية المركزية AOC. تصبح لدينا قيس الزاوية ABC يساوي نصف 160 درجة، ومنه قيس الزاوية ABC يساوي 80 درجة. تبقت لنا قيس الزاوية BAC. يمكن حساب قيس الزاوية BAC بطريقتين. الطريقة الأولى، تابعوا جيدا أعزائي التلاميذ، نعلم أن مجموع أقياس الزوايا الداخلية في مثلث يساوي 180 درجة، أي قيس الزاوية التي رأسها C زائد قيس الزاوية التي رأسها B زائد قيس الزاوية التي رأسها A في المثلث ABC مجموعها يساوي 180 درجة. لدينا مجموع أقياس الزوايا الثلاث كما قلنا يساوي 180 درجة، ومنه قيس الزاوية BAC يساوي 180 درجة ناقص 25 درجة ناقص 80 درجة، أي قيس الزاوية BAC يساوي 75 درجة. الطريقة الثانية أعزائي التلاميذ، لاحظوا جيدا أن الزاوية المحيطية BAC تحصر نفس القوس الذي تحصره الزاوية المركزية COB. الزاوية BAC تحصر نفس القوس الذي تحصره الزاوية COB. لاحظوا أنهما تحصران القوس CB. بما أنهما تحصران نفس القوس فقيس الزاوية المحيطية يساوي نصف قيس الزاوية المركزية. إذن قيس الزاوية المحيطية BAC يساوي 1 على 2 في 150 درجة، ومنه قيس الزاوية BAC يساوي. نواصل أعزائي التلاميذ مع سلسلة التمارين ومع التمرين السادس. يقول التمرين، لاحظ الشكلين أدناه. الشكل الأول، علما أن النقط A B C و E تنتمي لنفس الدائرة بين أن المثلث ABC قائم. المعطيات، قيس الزاوية A E B يساوي 54 درجة، وقيس الزاوية A B C يساوي 36 درجة. الشكل الثاني يقول النقط E F G و H تنتمي لدائرة C مركزها النقطة O. يقول السؤال، أحسب قيس الزاوية F A G. علما أن قيس الزاوية H O G يساوي 120 درجة، وقيس الزاوية A H E يساوي 30 درجة. ننطلق في الحل المفصل للتمرين. نبدأ مع الشكل الأول، نريد إثبات أن المثلث A B C قائم. لدينا الزاويتان A E B و A C B محيطيتان وتحصران نفس القوس. لاحظوا الشكل، الزاوية A E B زاوية محيطية تحصر القوس A B، وكذلك الأمر بالنسبة للزاوية A C B هي زاوية محيطية تحصر أيضا القوس A B. بما أن الزاويتان محيطيتان وتحصران القوس نفس القوس فإن قيسيهما متساويان. إذا قيس الزاوية A E B يساوي قيس الزاوية A C B ويساوي 54 درجة. نعلم أن مجموع الزوايا الداخلية في مثلث يساوي 180 درجة. إذا نحسب قيس الزاوية C A B. لدينا
قيس الزاوية C A B زائد قيس الزاوية A B C زائد قيس الزاوية B C A يساوي 180 درجة، أي مجموع أقياس الزوايا الداخلية للمثلث A B C يساوي 180 درجة. ومنه قيس الزاوية C A B يساوي 180 درجة ناقص 36 زائد 54 درجة ويساوي 90 درجة. بما أن قيس الزاوية C A B يساوي 90 درجة، إذن المثلث A B C قائم في النقطة A. نذهب إلى الشكل الثاني، لاحظوا جيدا الشكل الثاني، نريد إيجاد قيس الزاوية F A G. لدينا الزاوية H E G، H E G هي زاوية محيطية تحصر نفس القوس مع الزاوية المركزية G O H. لاحظوا جيدا الزاوية H E G تحصر القوس H G، والزاوية H O G تحصر القوس H G. إذن قيس الزاوية المحيطية H E G تساوي نصف قيس الزاوية المركزية G O H، أي قيس الزاوية H E G يساوي 1 على 2 في 120 درجة ويساوي 60 درجة. لدينا المثلث H E A فيه قيس الزاوية A E H 60 درجة كما وجدناها سابقا، وقيس الزاوية E A H معطى 30 درجة. ومنه قيس الزاوية H A E تساوي 90 درجة. كيف وجدنا 90؟ إذن مجموع أقياس الزاوية في مثلث كما ذكرنا في الشكل الأول تساوي 180 درجة. إذن 180 درجة ناقص المجموع الزاويتين 63 درجة تصبح لدينا قيس الزاوية H A E 90 درجة. ومن الشكل الزاويتان E A H و F A G زاويتان متقابلتان بالرأس. لماذا متقابلتان بالرأس؟ لأنهما يشتركان في نقطة واحدة، وبما أنهما بما أن ضلعاهما امتداد لبعضهما البعض فإنهما زاويتان متقايستان. إذن قيس الزاوية F A G يساوي قيس الزاوية E A H ويساوي 90 درجة. إذن قيس الزاوية F A G يساوي 90 درجة وهو المطلوب. وصلنا أعزائي التلاميذ إلى التمرين السابع والأخير من هذه السلسلة التدعيمية من التمارين. التمرين يقول: اعتمادا على الشكل أسفله، احسب قيسي الزاويتين A B D و C B D مع التعليل. الشكل هنا لدينا دائرة مركزها النقطة O. من المعطيات قيس الزاوية A O D و 110 درجة. ننتقل مباشرة إلى الحل المفصل للتمرين. أولا نريد حساب قيس الزاوية A B D. لاحظ الشكل عزيزي التلميذ، لدينا الزاوية A B D هي زاوية محيطية، والزاوية A O D هي زاوية مركزية. لاحظوا جيدا الزاوية A B D محيطية لأن رأسها نقطة من الدائرة وضلعاها يقطعان هذه الدائرة في نقطتين A و C. ولدينا الزاوية A O D زاوية مركزية وقيسها 110 مركزية لأن رأسها مركز الدائرة كما ذكرنا في التعريف السابقة. نلاحظ أن الزاويتان A B D و A O D تحصلان نفس القوس من الدائرة وهو القوس A D. إذن بما أنهما تحصلان نفس القوس فإن قيس الزاوية المحيطية A B D تساوي نصف قيس الزاوية المركزية A O D، معناها قيس الزاوية A B D يساوي 1 على 2 من قيس الزاوية المركزية A O D ويساوي 1 على 2 في 110 درجة، وبالتالي فإن قيس الزاوية A B D يساوي 55 درجة. ننتقل إلى السؤال الثاني أعزائي التلاميذ. السؤال يقول: حساب قيس الزاوية C B D. المثلث A B C، لاحظ جيدا المثلث A B C، ما نوع المثلث A B C؟ المثلث A B C فيه الضلع A C، هو ضلع
من أحد أضلاع المثلث، وهو أيضا يمثل قطرا للدائرة المحيطة بهذا المثلث. ومنه حسب خاصية الدائرة المحيطة بالمثلث، فإن المثلث ABC قائم في النقطة B. هذه الخاصية رأيناها في السنة الثالثة متوسط، خاصية الدائرة المحيطة بمثلث. بما أن المثلث قائم، فإن قيس الزاوية ABC يساوي 90 درجة. إذن فإن قيس الزاوية CBD، هنا قيس الزاوية CBD يساوي قيس الزاوية ABD ناقص قيس الزاوية قيس الزاوية CBD يساوي قيس الزاوية ABC الزاوية القائمة ناقص قيس الزاوية ABD. بالتعويض نجد أن قيس الزاوية CBD يساوي 90 درجة ناقص 55 درجة. إذن قيس الزاوية CBD يساوي 35 درجة. وصلنا هنا أعزائي التلاميذ إلى نهاية هذه السلسلة من التمارين التدعيمية. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم معنا ولو بشيء قليل. وفقنا الله وإياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.